طلاب في مدرسة نور المعرفة طلاب صعوبة تعلم، عندهم مشاكل في العمليات الحسابية وفي القراءة والكتابة، عندهم حركة زايدة، عندهم أحيانا بيكون تخلف عقلي، يعني فيش عندهم القدرة على التركيز والتواصل مع أقرانهم وزملائهم بالصف. فإحنا عنا في المدرسة في غرفة مصادر، غرفة المصادر هذه إنه بنزل عليها الطالب اللي مش قادر يستوعب أو يركز مع المدرسة اللي بتكون بالصف، بتنزل المدرسة على غرفة المصادر، بتم التعامل معها عن طريق الألعاب التربوية، تبسيط المادة، فبعد هيك بتنشط الولد الطالب فبصير أفضل مما كان. الأطفال بعد الحرب صار في عندهم مشكلة الخوف، في طلاب كان صار عندهم اللي هو التبول اللا إرادي، وصار في طلاب عدوانيين، فإحنا مع اللي هو إنه عملنا لهم جلسات تفريغ نفسي مع المرشد النفسي، أخذناهم رحلات، عملنا لهم تغيير جو والدعم النفسي اللي أعطيناهم إياه وزيارات منزلية لهم والتعزيز أيضا، فالحمد لله اتحسن صاروا أحسن. أكيد إنه لاحظنا في تقدم في مستوى الطلاب، يعني أول ما بيجونا الطلاب بيكونوا يعني على الآخر، ما فيش منهم يعني أمل إنهم يكونوا نطلع يعني منهم حدا إشي هيك ينجح إشي، فإحنا مع التعامل مع استخدام الوسائل التربوية مع استخدام أساليب التعزيز والترغيب، المشاركة، نبعث نعمل زيارات منزلية لهذول الطلاب، نبعث نعمل اجتماع أولياء أمور، نقعد مع إمهاتهم نعرف مثلا في طلاب مثلا عندهم حركة زايدة، نبعث للأم نقعد معها شو أسباب الحركة زايدة، كيف ابنك في البيت، كيف إشي، بنروح برضو أيضا له زيارة منزلية على البيت، نشوف مكان وين هو بينام، شو له، شو أشياء ناقصة له وإحنا بنوفر له إياها.